بصراحة شوف، لو قارنت النتائج التشغيلية للبنك أعتقد تعتبر مشابهة للعام 2012. طبعا أنا ذكرت سابقا في مقابلة سابقا سنة 2012 كانت يعني سنة سنة صعبة صعبة. بالنسبة حق البنوك، ومو بس حق البنك الأهلي. حنا طبعا زيادة بالاحتراز أخذنا مخصصات يعني خلال الربع الأول، وأيضا في نفس الوقت في خلال الربع الثاني. طبعا لكن الأرباح التشغيلية لم تنخفض عن العام الماضي؟ تقريبا بانخفاض بسيط، بس يعني انا اعتبرها يعني انسيجنفيكنت، او مو شيء كبير او مباشر. يعني اعتقد احنا خلال الاعمال اللي ماشيين فيها والكوارتر تو كوارتر، اعتقد على نهايه السنه ان شاء الله نتوقع ان الاعمال التشغيليه او الاوبريشن راح تكون اكثر من العام الماضي. لكن بالنسبة الأثر عليكم أيضا المخصصات، أنتوا أخذتم مخصصات تقريبا 20 مليون خلال النصف الأول. أخذنا طبعا في حدود ال 20 مليون مقارنة يعني بال 20، تقريبا 20 مليون في 2012 لست شهور. يعني تكلمين عن 7 و 12 تقريبا، أو 7 و 8، يعني في حدود ال 20 مليون مخصصات. يعني إجمالي المخصصات اللي أخذها البنك الأهلي حتى الآن نتكلم على رقم في حدود كام؟ عندي مخصصات 147 مخصصات عامة مقص. ومحددة، تتكلمين عن 147 مليون دينار كويتي عندي. طب نتكلم أيضا عن النون برفورمينج لونز، القروض المتعثرة، حجمها قد إيه ونسبتها قد إيه، ونسبة التغطية بهذا الرقم تبقى كام؟ اوكي، اعتقد النون برفورمينج لون او القروض متعثرة. المتعثرة الغير منتظمة كانت في حدود ال 114 مليون في ديسمبر 2012. الآن نتكلم عن في يونيو وصلت إلى تقريبا 67 مليون. يعني انخفضت أكثر من 50%. طبعا خفضت من 5.25 إلى الآن تكلمين عن 2.68، يعني أكثر من يعني 50%. نسبتها 2.68%. 2.68، وأعتقد هذه نسبة جيدة بصراحة. يعني ما شفت أنا بنك خلال الست شهور يعني قدر فعلا، وطبعا هذا بفضل جهود يعني مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارة القانونية والتعاون لتخفيض هذه الديون، أيضا سواء عن طريق هذه الاتفاق تسوية عمل تسويات مع العملاء وتخفيض القروض هذه. ونتكلم الآن عن هذه الـ non performing loans، القروض المتعثرة، نسبة التغطية بالمخصصات والضمانات توصل لكام؟ توصل إلى 200% تقريبا، وهذا رقم كبير. وهذا طبعا رقم كبير. أنا أعتقد في بيئة الأعمال التشغيلية، أنت لاحظتي أن 2012 تكلمنا عن المشاريع الحكومية الكبيرة، وحتى في يعني أنا قاعد أشوف في نمو يعني بطيء حق الأعمال. يعني حتى في الست شهور ل 2013 يعني ما شفنا مشاريع بصراحة كبيرة مؤثرة وتعمل نوع من الأرباح التشغيلية للبنوك. ونسبة كفاية رأس المال البنك الأهلي ما زالت كبيرة. طبعا هنتكلم الحين نتكلم عن 26% بلس، يعني نسبة وهي نسبة كبيرة. كبيرة طبعا. يعني نسبة كفاية رأس المال تقلقكم انه الأهلي بنسبة كفاية رأس المال بهذا الرقم؟ يعني هو رقم كبير جدا، يعني حتى أكبر بكثير من المعدلات المحلية والإقليمية والعالمية. شوفي، هي طبعا يمكن تنظري لها ناحيتين، طبعا وجهة نظري صحيحة. أعتقد وجهة النظر الثانية اللي احنا أيضا ننظر لها أنه هو يعطيني نوع من الدعم والقدرة، يعني أعتقد قدرة البنك الأهلي لتمويل مشاريع حكومية واللي احنا ننتظرها. يعني أنا أتكلم في حدود الأكثر من مليار دينار قدرة البنك الأهلي أنه يستخدم الموجودات ورأس المال لتمويل هذه المشاريع الكبيرة الحكومية.